فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الحمد لله حمدا يقتضي رضاه ولا ينقضي مداه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي ابتعثه ربه برسالته واصطفاه واختاره لنبوته واجتباه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في هذا البرنامج برنامج أهل الذكر، نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم السداد، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. لا ريب أيها الإخوة المسلمون أننا في مثل هذه الأيام نحتاج إلى شيء من تعلم أحكام الإسلام، لا سيما ما يتعلق بالحلال والحرام. ولهذا في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن التفقه في الدين من إرادة الله تعالى الخير لعبده، فمن أراد الله به خيرا فقهه في دينه، ومن أراد به غير ذلك حال بينه وبين هذا العلم وبين التفقه في الدين. ومعلوم أن الفقه في الدين هو من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أثر عن أبي هريرة وغيره من السلف أن الواحد منهم كان يقول: لأن أتعلم مسألة أو بابا من الفقه أتعبد لله تعالى به خير من أن أقوم سنة، أو خير من أن أقوم ليلة، أو خير من أن أقوم شهرا. هذه آثار متعددة عن أسلافنا رضي الله عنهم وأرضاهم تشير إلى قيمة الفقه في الدين وإلى أهمية التعلق بهذه الأحكام الشرعية. ديننا أيها الإخوة المسلمون يتعلق بثلاثة أمور، أو يذهب إلى ثلاثة محاور: العقائد والأحكام والأخلاق. فالعقائد ما يتعلق بالعقيدة في الله سبحانه وتعالى وفي أنبيائه ورسله وفي اليوم الآخر وفي القضاء والقدر وغير ذلك، كما هي أركان الإيمان المعروفة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالبعث بعد الموت، وأن تؤمن بالقضاء خيره وشره. ثم بعد العقائد هنالك الأحكام الشرعية المتعلقة بالحلال والحرام، وهي عبارة عن أعمال يتعبد المرء لله تعالى بالامتثال بها أو الانتهاء عنها. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فدل هذا على أن الأحكام متعلقة بالأوامر والنواهي. الأوامر وهي الواجبات أو المستحبات، والنواهي هي المحرمات أو المكروهات. بين الأوامر والنواهي المباح، وهذا المرء لا يكلف به، لأنه شيء لا جناح عليه إن فعله أو تركه. المحور الثالث أو الأمر الثالث وهو الأخلاق. والعقائد والأخلاق لا يدخلها نسخ ولا تبديل ولا تغيير، لأن العقيدة في الله سبحانه وتعالى ثابتة من أول نبي الله آدم وإلى آخر نبي بعث، نبي آخر الزمان، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم
الأخلاق أيضا هي ثابتة، لأن هذه الأخلاق لو أنها تبدلت أو نسخت أو تغيرت لربما تبدلت الفطر، والله سبحانه وتعالى نهى عن تبديل الفطرة، ولهذا قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأيضا قال الشيطان لعنه الله ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وتغيير خلق الله تغيير في الفطرة، فإذا النسخ أو التبديل لا يتطرق إلى العقائد ولا إلى الأخلاق، إنما يكون عمله في الأمر والنهي في الحلال والحرام. نبدأ إن شاء الله تعالى في الإجابة على الأسئلة، ونبدأ بسؤال السائل: امرأة مطلقة ومعها بنت عمرها 11 سنة، المرأة تزوجت، هل يجوز لزوجها أن يقبل ابنتها؟ هذه البنت ذات السن الصغيرة، هي سن 11، هي ما بين على مشارف البلوغ، ربما تقترب سنة أو أقل أو أكثر وتصل إلى سن البلوغ. هذا الزوج الذي تزوج أمها هي ربيبته وهي محرم له، طالما أنه دخل بهذه الأم، إذا دخل بالأم حرمت عليه الربيبة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا قوله تعالى، هذا والشاهد: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الرجل تزوج المرأة وعندها ابنة، إذا بنى بهذه الأم، إذا دخل بها حرمت عليه هذه الربيبة حرمة مؤبدة، فلا يجوز حتى إن طلق أمها أن يتزوجها أو أن يعقد عليها أو أن ينكحها. أما البنت فإنه إذا عقد عليها حرمت عليه أمها حرمة مؤبدة. إذن هذه البنت التي في 11 من عمرها هي محرم لهذا الرجل الذي تزوج أمها، لكننا يعني بين أمرين، قد نقول بالجواز يجوز لهذا الرجل أن يقبل هذه البنت، وهذا من الناحية الشرعية المحضة أمر جائز ولا إشكال فيه، لأن بينهما محرمية مؤبدة، فهو محرم لها وهي أيضا محرمة عليه، والحرمة كما قلنا مؤبدة، فلا يجوز له أن يعقد عليها ولا أن يتزوجها ولا أي شيء من هذه الأمور طالما أنه دخل وبنى بأمها. لكن من جهة الفتوى العملية فإننا ننصح هذا الرجل ألا يقبل هذه الابنة، لأننا الآن في زمان فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أسامة بن زيد المتفق على صحته: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأيضا في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى مستخلفكم في هذه الدنيا، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولا يؤتمن رجل على امرأة، ولا يعني يؤتمن على امرأة مع رجل إلا إذا كانت بينهما محرمية مؤبدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة دون محرم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي لفظ أن تسافر مسيرة 3 أيام، وأيضا لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم، وفي لفظ إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها. وهذا يدل على أن هذا الحديث حتى يضيق نطاق المحارم، لأنه إذا ذهب معها أبوها أو أخوها أو ابنها أو زوجها، هؤلاء أقرب الناس إليها، وهؤلاء أشد الناس محافظة وأمنا عليها، أي على المرأة. وبالتالي حتى دائرة المحارم في هذه الأحاديث، أحاديث أطلقت إلا ومعها ذو محرم،
وأحاديث أخرى قيدت أو فصلت القول في هؤلاء المحارم. فهذا الرجل نقول له: إن كنت محرما لهذه البنت التي هي في سن 11، إلا أننا ننصحك ديانة لله سبحانه وتعالى ألا تقبل هذه الفتاة، أولا حتى تتقي الفتنة وتجعل بينك وبينها حائلا من جهة، والجهة الثانية حتى لا تفتتن هذه البنت أيضا بك فيما بعد، والأمر الثالث وهو أن هذه البنت ستتربى بعد هذا على هذه الحشمة وهذا الوقار وهذه الصيانة والرعاية، وبالتالي يعني إذا جرت بها الأيام واستقبلت يعني عمرها فيما بعد ذلك تجدها أشد صيانة وحياطة لنفسها وأكثر محافظة على عرضها. السؤال الثاني وهو: هل يجوز جمع العصر مع الظهر، أو جمع المغرب مع العشاء، أو العشاء مع المغرب بالنسبة لأخت تخشى مثلا أن تفوتها صلاة العصر وأحيانا صلاة المغرب والعشاء بسبب اضطراب في نومها؟ الجمع الحقيقي عندنا الجمع نوعان: جمع حقيقي وجمع صوري. الجمع الحقيقي هو جمع التقديم أو التأخير، والعلماء متفقون على جمع التأخير، جمع التأخير الذي يكون في الحج بين الظهر والعصر جمع تقديم، يعني يصلى الظهر والعصر يوم عرفة في وقت الظهر، والمغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير المغرب مع العشاء في وقت العشاء، هذا أمر لا خلاف عليه. ثم العلماء أيضا ذاهبون إلى جواز جمع التأخير أيضا إذا كان المرء مسافرا في حال السفر. إذا الإنسان سافر وذهب يعني إلى مكان ما يريد أن يقيم فيه 4 أيام أو 3 أيام أو يومين أو يوما، إذا كان الإنسان 4 أيام فأقل يجوز له إذا المسافر هذا أن يقصر الصلاة، يقصر الصلاة ويجمع الصلاة. نحن الآن نتكلم عن الجمع وليس عن القصر، فيجوز له أن يجمع جمع التأخير وهذا هو الأفضل، لأن جمع التقديم فيه خلاف بين العلماء ما بين قائل بجوازه وقائل بمنعه. أما جمع التأخير فإن العلماء يذهبون إلى جوازه، وإن كان بعض العلماء كالأحناف خصوا الجمع بما يكون في يوم عرفة وبما يكون في يوم المزدلفة، وحملوا الجمع في الأحاديث الأخرى على الجمع الصوري الذي سنفصل القول فيه آنفا إن شاء الله. فهذا الجمع اللي هو الحقيقي كما قلنا يكون في الحج ويكون أيضا في حال السفر، وأحيانا يكون الجمع من أجل الخوف، الإنسان يجمع من أجل الخوف، لكن هذا الجمع الذي يكون من أجل الخوف هو الذي يسمى الجمع الصوري. الجمع الصوري هذا هو في حقيقته ليس جمعا، ليس جمعا، أما في صورته فهو يشبه الجمع. لماذا؟ قال العلماء إن الجمع الصوري هو أن يصلي الصلاة الأولى في آخر وقتها ويصلي الصلاة الثانية في أول وقتها. فإن كان مثلا يريد أن يجمع بين المغرب والعشاء وهو مثلا عنده عذر، طبعا الجمع الصوري هذا له حالات معينة كالمستحاضة التي ينزل عليها نزيف الدم، وأيضا الرجل الذي يخاف، أو الحارس الذي لا يستطيع أن يغادر مكانه، أو مثلا مرافق مريض لا يستطيع مغادرة هذا الموضع إلى غير ذلك، أو المريض الذي يشق عليه الذهاب والإياب أو الحركة أو القيام والقعود أو نحو ذلك. يعني رجل مريض ومجرد أن يذهب إلى الحمام حتى يتوضأ ويستنجي ويأتي بهذه أمور الطهارة هذا يشق عليه، فهذا الجمع الصوري جائز في مثل أصحاب الأعذار وفي مثل هذه الحالة، رجل كما قلنا أو امرأة مستحاضة أو رجل مريض يشق عليه الذهاب إلى الوضوء وتجديد الوضوء، مثل هذا نقول له: أنت تجمع بين الظهر والعصر جمعا صوريا، تأتي في آخر وقت الظهر قبل أذان العصر مثلا بدقائق معدودات، تقوم تتوضأ وتصلي الظهر في آخر وقته، فإذا ما انصرف هذا المصلي وسلم من صلاته بعد هذا سيسمع أذان العصر، بمجرد ما يردد الأذان وكلمات الأذان وأذكار الأذان بعد هذا
يبدأ يقيم الصلاة ويصلي العصر. تجد هنا في هذا الجمع الصوري أن صلاة الظهر كانت بعد صلاة العصر، بعدها صلاة العصر، الفارق بينها وقت يسير، ربما أن يردد الأذان أو ربما بينهما دقائق معدودات. فسمي جمعا صوريا لأن الصورة العامة جمع صلى الصلاتين متعاقبتين، وسمي يعني صوريا لأنه الحقيقة أنه ليس جمعا، يعني هو جمع صوري، الصورة جمع، لكن في حقيقة الأمر صلاة الظهر كانت في وقتها لأنها في آخر الوقت، وصلاة العصر أيضا كانت في وقتها وإن كانت في أول الوقت. هذا هو الجمع الصوري. فهذه السائلة تقول إنها أو إن أختها تضطرب في نومها، عندها أرق أو قلق. أولا ننصحها طبعا أن تذهب إلى الطبيب وأن تقرأ أيضا على نفسها آيات الرقية وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والله تبارك وتعالى يقول يعني هذا القرآن فيه الشفاء، والأحاديث أيضا جاءت بهذا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه ويقرأ على نفسه المعوذتين، قالت عائشة فلما مرض ويعني لم يستطع أن يقرأها كنت أخذ يده وأقرأ وأنفث فيها ثم أمسح بيده الشريفة على بدنه وعلى جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فنحن نستعمل الأمرين معا، أولا نذهب إلى الطبيب وأيضا نقرأ الرقية، أو نقرأ الرقية ونعالج أنفسنا بالقرآن والأذكار والدعوات والأدعية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام التي فيها الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، وبالفاتحة والمعوذتين والإخلاص إلى غير ذلك، وأذكار الصباح والمساء. وأيضا لا بأس أن نذهب إلى الطب وأن نأخذ هذه الأسباب، فإن هذا من التوكل على الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل لما قال له يا رسول الله أتركها أو أعقلها، فقال أي الناقة، فقال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، رواه الترمذي. فهي تضطرب في نومها، فنقول لها بعد العرض على الطبيب وقراءة الرقية الشرعية حاولي أن تجمعي الجمع الصوري، وهو إذا كنت ستنامين يعني إذن تؤجلي النوم إلى بعد صلاة العصر، ممكن تصلي الظهر في آخر الوقت والعصر في أوله ثم تنامين، وبعدين لما تنامين ممكن تستيقظين قبيل العشاء فتصلين المغرب في آخر وقتها قبل العشاء وبعدها تصلين العشاء، وبهذا تكون هذه الأخت الفاضلة أدت الصلاة في وقتها في حقيقة الأمر في وقتها، وإن كان في الصورة أنها تجمع الجمع الصوري الذي رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة المستحاضة، المرأة التي قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة يعني فماذا أفعل، فقال لها عليه الصلاة والسلام تلجمي، أي اربطي رباطا أو لجاما بحيث أنه يسد موضع الدم، فقالت يا رسول الله إنما أثج ثجة، فقال عليه الصلاة والسلام قال لها أمكثي، قال أمرك بأحد الأمرين ويعني تفعلين أيهما شئت، ثم قال لها عليه الصلاة والسلام قال لها تحيضين أو تتركين الصلاة 6 أيام أو 7 أيام الله أو 7 أيام في علم الله وهي غالب عادة النساء، ثم تصلين بعد هذا 24 ليلة أو يوما أو 23 يوما. هذا هو الوصف الأول. الوصف الثاني قال لها عليه الصلاة والسلام يعني تغتسلين لكل صلاتين، تغتسلين للظهر والعصر وللمغرب والعشاء وللفجر، ثم تصلين الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وتصلين وتجمعين بين المغرب والعشاء، تصلين المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، يبقى الصلاة الأولى في آخر وقتها والصلاة الثانية في أول الوقت، وبهذا المرأة إذا كانت مستحاضة، الرجل إذا كان مريضا، الإنسان إذا كان عنده عذر من الأعذار حينها يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها، ومع ذلك فإنه لا يشق الأمر عليه بل يكون سهلا هينا. فننصح الأخت التي عندها أرق أو اضطراب في نومها أنها تجمع الجمع الصوري، تصلي صلاة المغرب مثلا في آخر وقتها والعشاء في أول الوقت، ثم تنام بعد هذا ما شاء الله لها من الليل.
وطبعا ننصح هذه الأخت إذا كان عندها شيء من هذا أنها تجتهد في الدعاء لله سبحانه وتعالى والصدقة، فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاء من دعاه، وهو القائل سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم، وهو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وروى أصحاب السنن بسند جيد عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. أما الحديث الدعاء مخ العبادة فهذا حديث ضعيف الإسناد. فتجتهد في الدعاء من جهة والصدقة، ولهذا جاء في الآثر داووا مرضاكم بالصدقة، وتجتهد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تفرج الهم وترفع الكرب وتأتي بالشفاء والعافية بإذن الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى السؤال الذي بعد هذا. يبدو أنها ابنة تسأل تقول لو أن أهلي خارجين إلى مصيف أو ما شابه وأنا حريصة جدا على الصلاة، هل أمتنع عن الخروج معهم حتى لا تفوتني صلاة لأني لا أستطيع المحافظة على وضوئي وأمي تقول لي صليها قضاء، وهل علي إثم إذا خرجت معهم لعدم اختلاق المشاكل؟ هي بتسأل السائلة الكريمة عن الخروج مع أهلها في مصيف. هو طبعا المصيف هذا هو من الفسحة ومن النزهة والأصل فيها أنها مباحة، لكن إذا طرأ عليها شيء يصل بها إلى الوقوع في المعصية أو المخالفات فإنها تنتقل من دائرة الحل إلى دائرة المنع، ودائرة المنع قد تدخل في الكراهة أو في الحرمة. أما إذا لم يطرأ عليها شيء كأن تذهب أو الأسرة إلى موضع ما ليس فيه اختلاط الرجال بالنساء، ليس فيه كشف العورات، ليس فيه المعاصي المنتشرة والفاشية بين الناس، ليس فيها يعني وقوع في هذه المنكرات وغشيان لهذه المناكير ومعاقرة لها، فحينئذ يجوز لك أن تخرجي مع أهلك طالما أن هذا المصيف ليس فيه شيء من المنكرات التي يختارها المرء. هنالك منكرات في الطريق، الإنسان يذهب إلى المسجد إلى الجامعة إلى العمل إلى هنا أو هناك، هنالك منكرات لا يستطيع أن يزيلها وهو يكره بهذا هذه المنكرات ولا يحاسب عليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، اليد هذه المرحلة أو المرتبة العليا، فإن لم يستطع فبلسانه هذه الوسطى، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، وهذه المرتبة الأقل أو الدنيا. المرتبة الأولى وهي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أي في من يملك، كان يكون يغيره بيده في زوجته إذا رأى منها منكرا يغيره بيده، إذا لم تحتشم ولم تلبس الحجاب يأمرها ويلبسها رغما عنها، لأنها في هذه الحالة سيسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة، رواه مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه. فإذا يغير بيده إذا كان عنده سلطة أو قوامة أو مسؤولية، يعني إذا كان راعيا كأن يغير بيده في ابنه أو زوجته أو نحو ذلك، أو في من تحت يده في العمل كأن يكون مديرا وتحت يد من يفعل بعض المخالفات، فخاصة فيما يتعلق بالعمل وفيما يعني يدخل في دائرة العمل. ثم بعد هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، وهذا إذا كان باللسان يعني النصيحة، وهذا في النظراء والأقران، كمثلا تنصح زميلك أو جارك أو أخاك أو نحو ذلك، يعني إنسان هو لا 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 رعاية لك عليه، يعني أنت غير مسؤول عنه، فبالتالي يجوز لك أن تنصحه باللسان وأن تكون هذه بالحكمة وبالكلمة الطيبة وبالموعظة الحسنة وأن تتودد إليه بالهدية حتى يقبل النصيحة، لأن أي إنسان تنصحه الشيطان يمثل له أن هذه النصيحة عبارة عن طعن وعن انتقاص وازدراء وامتهان، وأنها عبارة عن تقليل من هذا الشأن،
مع أن هذه النصيحة هي دعوة لهذا أن يغادر هذا العمل ليكون من أهل الخير والتقوى. والله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا شعيرة من الشعائر العظيمة وشريعة من أعظم الشرائع، بل هي كما قال العلماء قطب رحى الإسلام وعليها تقوم هذه الملة العظيمة. فهذا هو المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة وهي أضعف الإيمان، وهي أن ينكر المرء بالقلب. إذا مر الإنسان على أناس يعصون الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع أن ينصحهم وليس في رعايته حتى يغير بيده، حينئذ ينوي بقلبه أنه يكره هذا العمل ويغادر هذا الموضع. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر كما في الصحيحين عن ابن عمر لما مر على ديار ثمود أمر عليه الصلاة والسلام استغشى ثيابه وضعها على وجهه، غطى وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم أمر القوم أن يمضوا مسرعين، أمرهم أن يمضوا مسرعين حتى الماء الذي أخذوه وعجنوا منه هذا العجين وهذا ليكون خبزا وطعاما، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يعلف الإبل يعني حتى لا ينتفع به الناس. هذا كله من شؤم المعصية، فإن أهل ثمود عصوا الله سبحانه وتعالى وعقروا الناقة وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فتغيير المنكر بالقلب هذا معناه أن تغادر هذا الموضع الذي فيه هذا المنكر. فإن أقمت والمنكر باق كما هو فهذا ليس من الأمر المعروف والنهي عن المنكر في شيء، فإما أن ترحل وإما أن يرحل. طالما أنك عجزت عن التغيير باليد ثم باللسان فلم يبق لك إلا القلب، وهو أن تغادر مكان المعصية. فأنت يا أختي تريدين أن تخرجي مع أهلك في هذا المصيف، لا بأس إذا كان هذا المصيف ليس فيه كما قلنا العري والتهتك والسفور والتبرج وكشف العورات وما نرى من ملابس النساء العاريات إلى غير ذلك. هذا كله من كبائر الذنوب والفواحش المنكرة التي يستوجب الناس بها عقاب الله سبحانه وتعالى، لولا أن الله رحيم بعباده. ولهذا جاء في بعض الآثار عن كعب الأحبار أنه قال: إذا أراد الله سبحانه وتعالى بأمة عذابا نظر في أهل المساجد، ثم إذا رضي عنهم رفع عقابه أو رد عذابه عنهم. فالموضوع تخرجين أو لا تخرجين حسب هذه وجود المنكرات أو عدم وجود المنكرات. إن كانت توجد فاعتذر لأهلك بلطف وبشيء مقبول وبأي أمر ما. وإبراهيم عليه السلام لما أراد قومه أن يخرج معهم قال: إني سقيم، أبى أن يخرج معهم يوم عيدهم حتى لا يعبد آلهتهم ولا يعبد غير الله سبحانه وتعالى. فأنت تتعللين بأي أمر من هذه الأمور وتحاولين ألا تذهبي معهم إن كان في هذا المعاصي والمنكرات المعروفة. فإن اضطررت إلى الخروج معهم فاذهبي هناك ويعني حاولي ألا تغشي هذه المناكير وهذه الأماكن التي فيها المخالفات الشرعية. ثم يعني في مثل هذه الحالة أنت تقولين: لا أستطيع المحافظة على الوضوء. يبدو أنك من أهل الأعذار، يعني الأعذار معروفة: سلس البول، انفلات الريح، الاستحاضة بالنسبة للمرأة، هنالك أيضا بعض الأمور التي تكون في الجوف ونحو ذلك. فمثل هذه الأعذار الإنسان يصلي الصلاة، يتوضأ ويصلي فقط، بمعنى يعني الرجل عنده سلس بول، في مثل هذه الحالة هو يريد أن يصلي في الجماعة ويتعذر عليه ما أن يخرج من البيت إلى المسجد حتى يخرج منه بول أو شيء من هذا فينقض وضوءه. هذا نسميه من أهل الأعذار. وأهل الأعذار هؤلاء أمروا أن يتوضأوا وأن يدخلوا في صلاة الفريضة. ولهذا الإنسان إذا كان عنده سلس البول فإنه يؤمر ألا يذهب إلى المسجد قبل الإقامة، لأنه قبل الإقامة معرض أن يخرج منه شيء كالبول ينقض وضوءه. لكن إذا توضأ ونزل على الإقامة وهو في طريقه خرج منه شيء لا إثم عليه، إذا دخل في الصلاة وخرج منه شيء فصلاته صحيحة يتمها ولا شيء عليه. وله أن يصلي بعد هذه الصلاة
له أن يصلي بعدها بعد الفريضة ما شاء وما تيسر من النوافل والسنن والمستحبات. وهي تقول: وأمي تقول لي صليها قضاء. يعني طبعا الصلاة يعني لا يجوز أن تؤخر عن وقتها عمدا إلا بنسيان أو بنوم، يعني عذر من الأعذار. ولهذا روى مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها، الإنسان إذا نام عنها فلم يسمع الأذان ولم يدري في نومه وخرج وقت الصلاة، نام قبيل صلاة العصر ثم استيقظ بعد المغرب، أول ما يستيقظ يتوضأ ويقيم الصلاة صلاة العصر ثم يصلي الصلاة لو حتى كان بعد المغرب، أي بعد خروج وقت صلاة العصر، وهي تكون صلاة حاضرة بالنسبة له ولا إثم عليه في ذلك. الحالة الثانية وهي حالة النسيان، يعني الرجل مثلا ممكن يكون الكهرباء انقطعت، التيار منقطع، أو مثلا في مكان ما معزول ولم يسمع الأذان تماما ولم ينتبه، وفجأة هو جالس قبيل الظهر في هذا الموضع فجأة سمع أذان العصر ففاتته صلاة فريضة الظهر، مثل هذا يقوم في التو واللحظة يتوضأ ويصلي صلاة الظهر وبعدها يصلي جماعة العصر. رجل نام ولم يستيقظ لصلاة الصبح في الجماعة، في مثل هذه الحالة استيقظ بعدما طلعت الشمس، أول ما يستيقظ ينبغي أن يقوم ويتوضأ ويصلي صلاة الصبح ويصليها كما كان يصليها، إذا توضأ صلى النافلة ركعتين ثم أقام الصلاة وصلى الفريضة، بهذا يكون قد أدى الصلاة على وقتها، وهي في حكم الصلاة الحاضرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا كفارة لها إلا ذلك، يعني أن يصليها إذا ذكرها أو إذا استيقظ من نومه إن كان قد غلبه النوم حتى خرج وقت الصلاة. ثم تقول: هل علي إثم إذا خرجت معهم لعدم اختلاق المشاكل؟ أجبت عن هذا وقلت: إذا يعني اضطررت إلى الذهاب معهم فلا بأس، لكن اعزلي نفسك عن أماكن المعاصي ولا تختلطين ولا تختلطي بأهل المعاصي أو هذه البقاع التي فيها المحرمات والمنكرات، وبهذا تكوني قد أديت ما عليك وتكونين قد صمت نفسك ودينك وإيمانك بالله سبحانه وتعالى. طبعا ننصحك أيضا بأن أي يعني امرأة أو ابنة أو شاب أو رجل في أسرة لا بد أن يدعوها إلى الله سبحانه وتعالى وأن يصبغها بصبغة التدين. صبغة التدين أمر سهل، أن توصيهم بالصلاة، أن توصيهم بالذكر، توصيهم بقراءة القرآن، تذكرهم بالعمل الصالح، وأن يكون هذا بالحكمة وبالهدية وبالبشاشة وليس بالتضييق والشدة وما يشعرهم بأنك من الملائكة وأنهم سيذهبون إلى النار. لا تشعر العصاة بهذا، يكفي أن الشيطان لعنة الله عليه يهيجهم عليك وينفرهم منك، والله سبحانه وتعالى ذكر أن الشيطان يوحي إلى أوليائه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فأي إنسان عنده أسرة ينبغي أن يغرس فيها الخير وأن يربيها على الإيمان وأن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يظهر لهم أنه متشدد وأنه كذا وكذا، إنما يكون هذا الأمر يعني بخطى وإيدة وعلى مهل، واحدة واحدة كما يقال، خطوة خطوة، يعني هكذا ستجد الناس يقبلون. وأهل الإسلام دائما وفي العادة بحمد الله سبحانه وتعالى على خير، لا سيما إذا كانوا في بلاد الإسلام وفي بلاد العروبة. فأنت توصي الناس بالخير، والله تبارك وتعالى قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأيضا قال: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فإذا أنت أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة لا بد أن يكون لك ولك دور في هذه الأسرة، لا بد، هذا الدور هو دور إيجابي، تأمرهم بالمعروف بالمعروف وتنهاهم عن المنكر بالمعروف أيضا لا بالمنكر. السؤال الذي بعد هذا:
امرأة أو يبدو أنها فتاة تقول: أبي يرفض النقاب تماما وأنا مقتنعة به جدا، وتحدث بيننا مشاكل بسبب هذا الأمر، فماذا أفعل؟ ودائما يتهموني بالتشدد وأن الدين يسير أو يسر بسبب رغبتي في النقاب، ولأنني ألبس الخمار واللبس الأسود الواسع وحرصي على الصلاة، فماذا أفعل؟ أولا، هذه الأخت نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وفي مثيلاتها، وأن يشرح صدرها وصدور بناتنا للخير ولكل فضيلة. هي يبدو أنها متمسكة بالنقاب وتريد النقاب ومقتنعة به جدا، وهذا أمر يعني هذا أمر محمود وفضيلة عظيمة. والنقاب كما هو منتشر لدى الجميع ومعلوم لدى المسلمين هنا وهناك أنه على العلماء فيه لهم قولان: بعضهم يذهب إلى وجوب ستر وجه المرأة يعني بالنقاب، وهذا قول مالك، حتى أنه حرم أن يظهر منها شيء حتى ظفرها. وذهب بعض العلماء إلى أن النقاب أو اللي هو ستر الوجه يعني هو أمر مستحب، لكنهم اتفقوا على أمر واحد، وهو أن المرأة إذا كانت محل فتنة، يعني إذا كانت يعني مليحة الشكل وجمالها يعني زائد، وهي قد يلتفت إليها الشباب أو الرجال وقد تفتن من ينظر إليها، فهذه المرأة يجب عليها أن تستر وجهها حتى لا تعرض غيرها للفتنة، وحتى لا تتعرض هي أيضا للفتنة بنظر الناس إليها. الأمر الثاني وهو أن زمان الفتن ينبغي أن تستر فيه العورات بقدر الإمكان، فإن استطاعت المرأة أن تستر وجهها فهذا أفضل، حتى تكف نفسها وتصون عرضها عن الناس. ونحن في زمن يعني الشباب يموجون، والحقيقة تذهب بهم الفتن بأمواجها المائجة والهائجة، وكثير منهم بعيد عن أحكام الشرع وبعيد عن القرآن والسنة، وكثير منهم على جهل كبير، وكثير منهم تستهويه الشياطين لا سيما في وقت العزوبة وفي أول أزمنة الفتوة والشباب. فهذه المرأة لو أنها كانت يعني في وجهها فتنة شديدة، جمال شديد كبير واضح زائد، أو كان الزمان فتنة كزماننا، فالأفضل أن تستر وجهها. إذا لم تستر وجهها، خاصة وأن أهلها يعني يرفضون هذا الأمر وهي مقتنعة به جدا، حينها تنزل على رأيهم أولا، هذا من باب النصيحة، تنزل على رأيهم، يعني أولا ماذا تريدون، تحاول معهم أن تقنعهم بأمر النقاب وستر الوجه وكذا طالما أنها مقتنعة به. فإذا وجدت أنها وصلت معهم إلى طريق مسدود، وأن هذا الأمر متعذر وصعب ومتعسر جدا وربما يؤدي إلى شقاق ومشاكل كبيرة، في مثل هذه الحالة لا بأس أن تتنازل عن هذا النقاب وأن تكتفي بالخمار واللبس الواسع الفضفاض الذي لا يصف ولا يشف ولا يكون ضيقا ولا يشبه لباس نساء غير مسلمات، ولا يكون في نفسه فتنة كالألوان البراقة التي تذهب بالأبصار والأعين أعين الناظرين وتروح، وأيضا لا تضع هذه العطور والروائح يعني لأنها محرمة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة وضعت ريحا ثم مرت على قوم فشموا ريحها فهي كذا وكذا، يعني زانية. فإذا تتنازلين عن النقاب عند الضرورة، إذا وجدت أن هنالك مشاكل وربما قد يكون الأمر يصعب فيه العيش مع الأسرة، ثم تلبسين الثياب المحتشمة، وأنت في هذه المدة تحاولين أن تتوددي إلى الوالدين بالبر والإكرام والاحترام وقلة الكلام والتوقير والإعظام، كل هذه من الآداب التي تجعل الوالدين يعني قريبين من هذه الفتاة، وبالتالي إذا أرادت أن تصنع شيئا عادة سيتفقون معها ولن يقفوا لها بالمرصاد ولن يكونوا حجر عثرة في طريقها إلى الله سبحانه وتعالى. ولما نصل بهذا البر إلى هذا الموضع من القناعة، ممكن نأتي بعض الكتب التي فيها بعض الآيات والأحاديث وبعض أحوال السلف الصالح من أمهات المؤمنين ونساء
المهاجرين والأنصار والصحابيات، ونقرأ عن الأسرة حال هؤلاء، فإنهم إذا سمعوا عن حالهم انشرحت للأعمال الصالحة عموما صدورهم، ويعني تقبلوها بصدر رحب ونفس رضية مطمئنة بإذن الله سبحانه وتعالى. هو طبعا عادة الناس تجد من يتمسك ببعض أهداب الدين يقولون هذا متشدد. المتشدد الذي يبالغ في الأمر، الذي يزيد على الحد، هذا هو المتشدد. أما غيره الذي يأتي بالفرائض والأركان لكن يحافظ عليها، يأتي بالمستحبات وهكذا وهو يلزم نفسه، فهذا ليس متشددا. أما المتشدد فهو الذي يلزم نفسه بالمستحبات ويريد أن يلزم الناس بها. ولهذا كان حكي عن سفيان الثوري أنه كان يقول يعني إذا تورعت فلا يكن ورعك شؤما على الناس، يعني اجعل الورع في نفسك لكن تجعل الورع في الناس، هذا يكون صعبا وشاقا عليهم وربما ينفرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال لمعاذ يعني هل أنت أتريد أن تكون فتانا يا معاذ، ثم نصحه ألا ينفر الناس. فأنت أيتها البنت الصالحة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح بناتنا أجمعين، يعني إذا وجدت التمسك بالنقاب سيوقعك في مشكلة كبيرة، تنازلي عنه مؤقتا وحاولي أن تتوددي بالبر وخذي في هذا شوطا كبيرا. فإذا ما اقتنع الوالدان بعد هذا نبدأ في قراءة الآيات والأحاديث وغير ذلك من باب الترغيب، فإن قبلوا فبها ونعمت، وإذا لم يقبلوا فتقتصرين على الخمار واللبس المحتشم هكذا، وتدعين الله سبحانه وتعالى لهما للوالدين بالبركة في العمر وبالاستجابة لما تريدين، وبأن يكونوا يعني في تجاوب وفي قرب وفي سهولة في هذه الأعمال. هذا هو سؤالنا أو جوابنا على هذا السؤال الأخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح أزواجنا واهدي أولادنا وبارك في بيوتنا وطيب كسبنا ووسع أرزاقنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.